لبنان يا مرسل النغم الحنون. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة اليوم من أرشيف كوليس اللي اخترتها لكم بعناية. تخيل أن فنان اليوم اللي راح أخبركم عنه وصل عدد أعماله الضخمة إلى 5000 عمل. الليل يا ليل. وعاش طفولة متواضعة مليئة بالفقر والحرمان، وتخلى عن المدرسة عشان يساعد أبوه في مصاريف الأسرة. وبعدما أصبح غنيا كان ينفق ببذخ وكرم على الفقراء، لأنه لم ينسى أنه ذات يوم كان واحدا منهم. قلب مين يا حبيبي، عيني عليك يا مينك يا مينك. كان ذا روح تعشق السلم، لأنه ولد في وطن يريد أن يتنفس السلام، ولكن شاءت له الأقدار أن يختنق بدخان حرب المعتدين والمتآمرين. فمن انفجار مرفأ بيروت إلى انهيار الاقتصاد، وصولا إلى ما يمارسه العدو الإسرائيلي اليوم من جرائم بكل وحشية. إنه الفنان وديع الصافي الذي يختصر لنا بسالة الروح اللبنانية بعبارته التي قال فيها: علمتني الأيام بأن ما أعز من الولد إلا البلد. صديق القلوب وفنان الجماهير وحفيد شربل وجاد الذين دعاهم رئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ إلى موسم الرياض. من صوت بيجيه بالبكي عالباب عند البحية يا رئيس ضمر شرقية. طبعا المتتبع لقصة حياة الفنان وديع الصافي يشعر أن فيها ملخص يعلمك ويلهمك كيف تتمسك بهدفك في هذه الحياة. تخيل أنه كان يروح إلى الشغل وكان دائما يحمل العود معه، يعني ليعزف عليه في وقت فراغه. ولكن ذات مرة خيره صاحب العمل بين أن يختار الشغل أو يختار العود، فاختار الخيار الثاني وذهب يبحث عن فرصة أخرى يعمل فيها، وعن صاحب عمل يقبله أن يشتغل وأن يحمل معه العود. فذهب وترك ذلك العمل لأنه كان شغوف جدا في العزف. إنك قلب محبوبك تحلفني. وديع الصافي صاحب الصوت العذب والموهبة الفريدة، فنان القلوب وسلطان الطرب الذي شهدت قرية نيحة مولده، ومن بيروت كانت نقطة انطلاقه إلى صدور جمهوره، وفي البرازيل بدأ تألقه وإبداعه الفريد والمتميز. صوت عذب يلامس القلوب برفق وينساب برقة، ليلامس الأحاسيس ويؤنس بصوته الأحبة، ويخلق الألفة والمحبة بصوته النادر وأدائه الباهر الذي يشعر كل مستمع أنه يعبر عنه وكأنه يعيش معه. طبعا الكثير منا يعتقد أن الفنانين والمشاهير لا يمرون بمعاناة وأوجاع، والسبب أننا نراهم وهم مبتسمين وضاحكين أثناء غنائهم أو تمثيلهم، ولكن العكس صحيح، فالكثير منهم يمرون بظروف صعبة جدا، فهم لم يصلوا إلى الابتسامات التي نشاهدها إلا بعد أن بكوا كثيرا خلف الكواليس. بكوا من الفقر، بكوا من الحرمان، بكوا من العمل وقصص الحياة الموجعة. والفنان وديع الصافي من الناس التي عانت واشتغلت على نفسها عشان تحقق مجدها وتصل إلى حلمها. ولد الفنان اللبناني وديع الصافي بقرية نيحة الشوف في محافظة جبل لبنان عام 1921، وعاش فيها أيام طفولته التي ظل يتذكرها طوال حياته. ويعتبر الفنان وديع الصافي الابن الثاني في ترتيب العائلة المكونة من 8 أولاد.
عاش الفنان وديع الصافي طفولة قاسية جدا، بل عاش فقر مدقع. وتقريبا في عام 1930 نزح مع عائلته إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لأن والده كان يعمل هناك في الدرك اللبناني. ولما وصل إلى بيروت التحق بمدرسة تسمى مدرسة دير المخلص، وهي مدرسة كاثوليكية، وكان المنشد الأول فيها بسبب صوته الجميل وأدائه المتألق، رغم أنه كان يعني صغير جدا في ذلك الوقت. مرسل النغم الحنون. ولكن بعد 3 سنوات من الدراسة في هذه المدرسة، اضطر الفنان وديع الصافي أنه يترك الدراسة لسببين. الأول يتعلق بهوسه بالموسيقى والألحان وما إلى ذلك، حتى أنه كان يستيقظ من النوم أحيانا ويقول أتتني أتتني، وهو يقصد العزف، الأمر الذي كان يجعل أهله يظنون أنه يعني أصيب بنوع من الجنون. من صوت بيجيه بالبكي عالبال. والسبب الثاني هو أنه كان يعيش ظروف قاسية مثل ما يعيش أطفالنا اليوم بسبب الحرب، فيضطر إلى ترك الدراسة والعمل في أشغال على قدهم وجهدهم عشان يساعدوا آبائهم في إعالة الأسرة وتوفير مصاريفها. انطلق الفنان وديع الصافي نحو النجومية، وبدأ يحلق في أجنحة الشهرة في سماء الأغنية العربية عام 1938، بعد أن فاز بالمرتبة الأولى على مستوى اللحن والغناء والعزف من بين 40 متباريا في الإذاعة اللبنانية في أغنية يا مرسل النغم الحنون للشاعر المجهول أنذاك الأب نعمة الله حقيبة. وقد اختارته اللجنة المكونة من ميشال خياط وسليم الحلو وألبير ديب ومحي الدين سلام، الذين اتفقوا على اختيار الصافي كاسما لوديع الصافي، ذلك النجم المتألق وصاحب الصوت العذب. والمجد معمر. وكانت بداية مشوار هذا الفنان العملاق عجيبة جدا، حيث بدأت عندما أطلق والده تلك الكلمة التحفيزية التي تنبهنا إلى دور الأب في الذي يعني يقف بجانب ولده عندما يفقد الثقة في نفسه. عندما شجعه على أنه يتقدم للمباراة والمسابقة الغنائية في الإذاعة، فقال له وديع: ولكنني أخاف أهل بيروت وقد يسخرون مني يا أبي. يعني هو ابن قرية متواضع، بينما يعني هؤلاء أهل حضر ومثقفون. ولكن أجابه والده وقال له: لا تخاف، أنت ستتفوق عليهم جميعا ورح تكون الأول بينهم. وهذا ما حدث بالفعل عندما تقدم وديع الصافي للمباراة أو المسابقة وحقق المركز الأول من بين 40 متسابق. أنا ما تأثرت بحدا قبل جدي وبي وأمي، لأنه أصوات عظيمة زي بي وأمي وجدي، من الجدود أنا ثلاثة. وتعتبر إذاعة الشرق الأوسط بمثابة المعهد الموسيقي الذي تتلمذ فيه وديع الصافي على يد ميشال خياط وسليم الحلو، اللذان كان لهما الأثر الكبير في تكوين شخصيته الفنية العملاقة. وكان للشاعر الكبير والمتألق أسعد السبعلي دورا مهما وبارزا في حياة المطرب وديع الصافي، التي بدأها في أغنيته الشهيرة طل الصباح وتكتك العصفور سنة 1940، والتي تشبه نسيم الصباح وزقزقة العصافير الشجية في الصباحات الشامية الجميلة المليئة بالدفء والحنان والإحساس. وديع الصافي بدأ يشق طريق حياته الفنية عن طريق الأغنية اللبنانية التي حاول أن يقدمها بلهجة بسيطة، وكمان كان يركز فيها على شكل ونمط الحياة اللبنانية في ذلك الوقت. تقدر تقول أن أغانيه كانت تعكس الواقع اللي يعيشه الشعب اللبناني في كل مناحي الحياة الواقعية. وبالتالي هنا يكمن سر نجاحه، إنه استخدم لغة الحياة ولغة الإنسان المعاني والمحب وإلى آخره،
واتبع قاعدة إذا أردت أن تصل إلى قلوب الناس خاطبهم بلغتهم، فمن المستحيل أن تجذب الإنسان بلغة بعيدة عن طريقة تفكيره ونظرته للحياة. وهنا يكمن أيضا سر نجاحه في مشواره الفني، فكان إذا غنى استطاع من خلال كلماته أن يفتح نافذة الخيال لدى المستمع ويجعله وكأنه يشاهد فيديو كليب من خلال الأداء والواقعية والإحساس المتدفق من مشاعره، بالإضافة إلى الصوت الجميل اللي كان يتمتع فيه هذا المطرب. ما فيش يا العين نقطة مي. التقى مطرب الإرز للمرة الأولى مع الفنان محمد عبد الوهاب في عام 1944، وذلك عندما سافر إلى مصر، ثم سافر عام 1947 إلى البرازيل وبقي فيها لمدة 3 سنوات، وبعد عودته من البرازيل إلى لبنان أتى وهو يحمل في جعبته أغنية علومة التي انتشرت كالنار في الهشيم، وبسبب هذه الأغنية التي لاقت صدى في جميع الأوساط وأصبحت بمثابة التحية التي يلقيها اللبنانيين على بعضهم البعض، أحبه الجميع وعشق صوته الكل، فأصبح سلطان الطرب. الفنان وديع الصافي هو أول مطرب عربي يغني الكلمة البسيطة وباللهجة اللبنانية، وطبعا بعدما طعمها أو بمعنى آخر خلطها بموال العتابة الذي أظهر قدراته الفنية الخارقة والخلاقة. وتستحضرني تلك المقولة التي قالها عنه موسيقار الأجيال الفنان محمد عبد الوهاب، التي قال فيها إنه عندما سمع وديع الصافي يغني في أوائل الخمسينيات إحدى الأغاني إنه انذهل من صوته الجميل، وقال من غير المعقول أن يملك يعني أحد هكذا صوت. وفعلا شكلت هذه الأغنية علامة فارقة في مشواره الفني وانتشاره في الوطن العربي في ذلك الوقت. وديع الصافي صديق الكل، هذا الفنان العظيم عبد الوهاب قال عنه صوت الجبل. تزوج الفنان وديع الصافي عام 1952 من ملفينا طانيوس وهي إحدى قريباته، فرزق بستة أولاد وهم دينا ومارلين وفادي وأنطوان وجورج وميلاد، وقد تحدث عنهم بشفافية واختصار فقال: مارلين صوتها جميل لكنها لا تغني إلا في البيت والجلسات العائلية، وفادي يحب الفن لكن صوته ليس جميلا ولكنه مخرج سينمائي وتلفزيوني بارع. أما الذين عملوا في الفن فإثنان، الفنان أنطوان والفنان جورج، فهما يعملان معي ويساعدانني في حفلاتي. أنطوان يعزف على البيانو وصوته في مواقع معينة يشبه صوتي، وجورج يشبه صوتي إلى حد كبير. نلاحظ كمية الألفة والمحبة في الحياة الأسرية الرائعة التي كان ينعم بها الفنان وديع الصافي مع أولاده، اللي كان يعامل فيها أولاده بأريحية كبيرة بعيدا عن شخصية الأب اللي تكون فيها شيء من الجدية والصرامة. فوديع كان يعامل أولاده كأصدقاء وكان يشتغل معهم كفريق بدون أي تذمر أو تذكر أو ما إلى ذلك. لها ضحكة يا ويلي لون السهر لما الورد بيملى شفايفه قمر، لها ضحكة. ففي أواخر الخمسينيات بدأ الفنان وديع الصافي العمل المشترك مع العديد من الموسيقيين من أجل النهضة بالأغنية اللبنانية انطلاقا من أصولها الفولكلورية، وذلك من خلال مهرجانات بعلبك التي جمعت وديع الصافي وفليمون وهبي والأخوين رحباني وزكي ووليد غليمة وعفيف رضوان وتوفيق الباشا وغيرهم. طبعا ذهب الفنان وديع الصافي إلى مصر وهو واثق أنه فنان كبير وأنه يعني مشهور ولهجته مفهومة، ولكن بعدما وصل فوجئ بعكس ذلك،
لأنه ما حدش كان يعرف اللهجة اللبنانية في مصر. ما كنتش ملحلح بعدني على الطريقة المصرية، فكنت هل هل هالانكماش الروح اللي منكمش فيه ما ساعدتني اني انجح في مصر. قلت انا مش وقت هلا، لازم ارجع على لبنان وشوف غير وسيله. ومع بدايه الحرب اللبنانيه غادر وديع لبنان الى مصر عام 1976، ومن ثم الى بريطانيا ليستقر عام 1978 في باريس، حيث كان سفره اعتراضا على الحرب الدائره في لبنان. ومنذ الثمانينات بدأ الصافي بتأليف الألحان القومية نتيجة معاناته من الحرب وويلاتها على الوطن وأبنائه، واقتناعا منه بأن كل أعمال الإنسان لا يتوجه بها إلا إلى الله. أما عن أعماله فالحديث يطول، فهو الذي قدم 5000 عمل ما بين مجانة ومواويل وعتابة. تخيل هذا الرقم الصعب اللي بتتعب يعني وأنت تعده، فما بالك وأنت تؤديه. وهذا يدل على مدى شغفه وحبه للفن والغناء. ومن أشهر أغاني الفنان وديع الصافي التي سطعت ولمعت في فضاء الأذواق وأجواء الفن أغنية على رمش عيونها، التي قدمها ضمن أحداث فيلم نار الشوق، وحققت نجاحا كبيرا ما دفع عددا من المطربين لإعادة غنائها من جديد، مثل المطربة وردة الجزائرية. أغنية دار يا دار، وتعتبر هذه الأغنية الجميلة من أشهر أغانيه، وهي من كلمات حسين السيد وألحان الموسيقار بليغ حمدي. وأغنيته الساحرة الليل يا ليلى، التي غناها الكثير من المطربين من بعده، مثل الفنان رامي عياش والمطرب وليد توفيق وعدد من النجوم اللبنانيين والعرب، وهي من ألحان وديع الصافي نفسه. الليل يا ليل. أغنيته الرائعة يا عيني على الصبر، التي غناها باللهجة المصرية عام 1970، وهي من كلمات نجيب محمد وألحان رياض البندك. وكذلك أغنيته عظيمة يا مصر، وهي من أشهر الأغاني الوطنية المصرية، وهي من ألحانه، وبسبب هذه الأغنية تم منحه الجنسية المصرية. طبعا فضوله وإبداعه لم يسمح له يعني بالبقاء في مجال الغناء فقط، بل ركب قارب السينما ودخل في بحرها، وكان إنسان ماهر وأبدع في عدد من الأفلام السينمائية، منها فيلم الخمسة جنيه، وكذلك فيلمه الرائع غزل البنات، بالإضافة إلى فيلم موال وفيلمه الجميل نار الشوق. ولأنه سلطان الطرب ومعشوق العرب، كرم بالعديد من الجوائز، ففي سنة 1989 قيمت له حفلة تكريم في المعهد العربي في باريس بمناسبة اليوبيل الذهبي لانطلاقاته وعطاءاته الفنية، وقدم له أكثر من وسام استحقاق تضمن 5 أوسمة لبنانية، وكذلك حصل على وسام الإرز برتبة فارس من الرئيس اللبناني إيميل لحود، كما منحه سلطان عمان وسام التكريم من الدرجة الأولى في عام 2007. ويوم الوسام المكرر. طبعاً وبخلاف الجوائز الكثيرة التي نالها الفنان الكبير وديع الصافي، فهو نال حب الجماهير الغفيرة والواسعة بمختلف بقاع الأرض، واستطاع أن يدخل القلوب بصوته وتواضعه وحبه لمهنته ولجمهوره الكبير. قلت الهوى قالت أمان من الهوى. أما عن معاناة وديع الصافي، فقد عاش الفنان وديع الصافي الكثير من المعاناة والأزمات التي خنقته، ولكنه واجهها في الصبر والكفاح. ففي عام 1990 خضع الفنان وديع الصافي لعملية القلب المفتوح، لكنه استمر بعدها في عطائه الفني بالتلحين والغناء. وديع الصافي كان لديه روح كريمة جداً، وتجد أنه كان يحضر بقلبه وبمشاعره في برامج المسابقات التلفزيونية الغنائية، وكان شخص نبيل يعني يشجع المواهب الجديدة، وهذا الشيء
خلاه يتمتع بحضور رهيب وجاذبية منقطعة النظير، وجعل الشعبية تلتف حواليه أكثر، بالإضافة إلى أنه غنى باللغة البرتغالية والإيطالية وكذلك اللغة الفرنسية بإبداع يفوق الوصف. حب التقى من بعد ما جن وشقي. طبعا الفنان وديع الصافي كان يحمل ثلاث جنسيات، وهي المصرية والفرنسية والبرازيلية، إلى جانب جنسيته اللبنانية التي كان يفتخر فيها كثيرا، ويردد عبارته الأصيلة التي قال فيها أن الأيام علمته إنه ما فيش شيء أغلى من الولد إلا البلد، وهي عبارة تعكس أصالة وشموخ الروح العربية المحبة لوطنها وترابها وذكرياتها. يا قطعة سماء. ومن المواقف الطريفة التي تحسب للفنان وديع الصافي إنه ذات مرة من المرات سألوه هل حبيت فتاة من فتيات القرية في أيام الطفولة وغنيت لها، فأجاب بابتسامة عريضة وعفوية جميلة: نعم حدث ذلك بالفعل. وقال إن الناس كانت تسمع له وهو صغير ويقول: واو صوتك جميل، فصدق واقتنع أن غنائه جميل. وهذا يدل إنه البيئة اللي كانت محيطة فيه كانت بيئة مشجعة وإيجابية. راحوا فين حبايب الدار فين فين؟ شكل رحيل الفنان وديع الصافي في 2013 صدمة كبيرة للجمهور المحب لوديع الصافي ولعائلته ولمحبي ولجمهوري ولشعبيته العريضة والكبيرة. لم يعمل والده بشارة في الفن ولا والدته شفيقة، أما إخوته فقد عملت أخته هناء الذي قال إنها ظلت سنتين تترجاه لكي يسمح لها بالغناء، وأخيرا وافق أن تغني وقال أن صوتها كان جميلا ونجحت في المجال الفني. أما الأخ الأكبر توفيق فقد كان سميعا ممتازا، وهو الذي شجعه على النزول إلى بيروت لكي يتقدم لامتحان الإذاعة، وهو الذي اشترى له عودا من ماله الخاص بخمس ليرات ذهبية. هكذا تنقل الفنان وديع الصافي بين محطات الحياة، رحل جسده وبقي صوته يصدح في قلوب محبيه، وكان أكثر من مجرد مطرب، فهو رمز للحب وللوطن وللجمال. وبهذا القدر نكون قد اختتمنا حلقة اليوم من برنامج أرشيف كوليس، وشكرا لكم لأنكم منحتونا بعض وقتكم، وإلى اللقاء. كوليس ما بعد المشهد.